الواحد ولا يمشي للبحر بالدرب نسمع به للريت. خل نفلت على المراه قبل ما تفيق بي وتزد صغير. والله الا ما يشيح للريق نتاعي مش يكلب على البحر. مش ننزل منين للبحر؟ ها؟ هذه دلعه، هذا ركوب، هذا ميه، هذا مصروف، هذا يعجبك، هذه كرو، هذا مصروف زي دوره الشهر نهزهم الكل. والله حطيني عندي 3 سنين طول البحر ما طبيتهاش. يا حاصل على البحر والله العظيم شاهي، هكا نعمل غطسه ما عادش نخرج نقعد غاديك بكتو. يمشي الواحد على الاقل يبحر المره الجايه تو نهزمهم. كاو الواحد يمشي يبحر مولع ربي. انت راه زعما البحر من زير الازرق ومالح. يعني ماشي تو نشوفوا بروحي انت تو تديرك كل مش نقطه. معلم السلامة. تفضل اخوي. ماشي البحر زاد. ودي اسكت ودي اسكت. شبيه تعجبك شتو؟ شبيه اش تحب؟ شبيه اش نحب؟ اي اش تحب؟ استاق معاك استاق. التابع اللي تتبع فيه، التابع اللي تتبع فيه، وهذا وقته لوحش يمشي يعمل غطس يا رسول الله. جات شدت ثمات مرات اللي قدام الباب. مالي ومالك تعمل غطسة ولا ما تعملش غطسة؟ يا اخي شبيكم تقلبوا الدولة من بعد تتشوكعوا؟ دولة؟ أنا دولة اللي قلبناها زادة، يعجبك الحدي؟ وهني النجم وخاي نوصلوا نقلبوا الدولة؟ هذا حديث. لا ما تعشمش على روحك ماشي بحر. ربي نقص يا جيتك بشهر ربي نقص. عندك 4 فاتورات مش خاصة نقص. هي من يخلصكم باش نخلصني، راني حالت بيميني، إلا كان ناخذ قرض، إلا ما نعديوش تول نتاع ستيك، خلنا نرتاح. مش تاكلون يا جماعة الضو؟ نكذبوا عليك ولا شنو؟ يا مالا الشيخ مازال مش خلصكم تو قبل كورونا. من كورونا سيدي عندك 4 فاتورات مش خالصين. فاتورة نتاع ايش؟ استنى تو. تاع كورونا. يا اخي الدولة مجعولة تاع كورونا. ايه. الكورونا ولات عندها فاتورة وحدها. ايه نعم يا سيدي 4 فاتورات. ما مقصيناش عليكم. مشي في بالكم صحيحة. ايه والله. خليتهم العريض. تو جت الفاتورات تاع كورونا. هكا هو عاد. تو ما يخرجت الكورونا بس تكون عاي كروما. يقعد يعرفوا بالشعب يهديكم ربي. تو كان قصينا عليكم في الكورونا تقولوا كيفاش كان سامحناكم وما وصعناكم هاك ماشي تفتص ماشي للبحر اسيدي. اسكي حلفي فمي يا ودي تكلم بالشوية المرة تستنى تهز قلبي صغيري ريقي ولي صابو ليه هاك. ما تخلصش المية والضوء وتمشي للبحر. يا معلم اخي ماشي للبحر قال لك ماشي غاديك لقيتو يقول لك ما نعملش قيتو خي قال لك علي فوتيل تولي في البحر. تتعيطوا على المواطن كيتوب بالعياط بالفارغ. خلص المية والضوء بعد امشي للبحر انا هذاش نعرف. هك تو قانونكم هكا معناتها في البلاد هذه هكا. انا نقول لك هكا معناتها ما خلصتش الضوء ما خلصتش المية ما يمشيش البحر مو هكا. احسن هكا. ايش كون مش يعوم تو كان هذا البحر ما عادش تلقى فيه حتى واحد. بالله. تقول لي يا ودي تقول لي خلي العباد تغطس. يا خويا الدولة راهي ما تسلمش في فلوسها راهو. احنا 4 فاتورات اجلنا وخرنا وخرنا قلنا كورونا كذا كذا فلوسنا مفرطة تقعد مفرطة فلوسنا. اخي فلوسكم وين نتكلم ولا نسكت وين نعيط قدام الدار. يا اخي فلوسكم مطيشه مالي توا كان عند الزوالي فلوسكم مطيشه. اي ما انا مش قالوا فلوسنا مفرطه احنا. اي ترى فلوسك تلمدوها كان من الزوال. ايه. الناس الصحاح ما تلمدوش منهم فلوس. بالله. والله يا اخي الدوله ما تحنش علينا شوي. تحن علينا ليه؟ ماناش ولادها. تو مش دورها حنان والريق وحب واحد وعواطف باش تخلص ولا قص كلمتين. ودي ليش يا ربي علاش علاش هكا؟ يا اخي الدوله ما تحسش بينا مع ممكن ربي يا دوله خلينا نعملوا غطس. بجاه ربي والله غطسه لا نعاودها جيتك بجاه ربي يا دول يا حمودي اشكرك يا دول اشكرك 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 يا دول اخوي اسمعني اسمعني انا العواطف والامور هذه ما تلعبش معايا عندك 4 فاتورات خلصهم ومن بعد امشي اغطس ولا ان شاء الله تغرق ولا دبر راسك هذا ولا ليه اخوتي اغطس ولا دبر راسك خلصني عندك 4 فاتورات هي قديش تحب مني فضحت على التفتوفه قديش؟ تفتوفه هي قديش؟ 4 فاتورات بالتقديريه بتاع الاستهلاك بالواحد هي قديش؟ 750 دينار ليه 750 بتاع ايش 750 يعجبكش؟ شنو بتاع ايش 750؟ تبدو تتشوقعوا تو بتاع الكورونا 750 بتاع الكورونا 750 بتاع الكورونا ليه بديت ان شاء الله نشعل في الشارع يعني معاي باش حاسبين علي الشارع زاد شو حاسبين الشارع ما تبداش تشوك علي مش تخلص وريني المنقاله مش تزيد تشدك تشدك ماشي للبحر وما تخلص زاد على الواحد فضحتونا على هالغطه فضحتونا كرهتونا في حياتنا على غطه في عمري تو 33 مش نعملها زيد حي تسمع لي المراه والصغيرات زيد تسمع لي المراه والصغيرات هذا هو سيدي عندك 750 بابا وين ماشي ماشي لجهنم بالحمرا جهنم ماشي لها برجلي باهي قالت لكم يا عامر دبوس الغاز وفت تو دبوس الغاز ما جات وقتاش جي دبوس الغاز تتلم مع بعضها يقول باهي هكا تو دبوس الغاز والضو والمنقال تحبوا عندي يا رسول الله تو باهي هكا ايش نحبوا عندك وانا ايش انا نحب عندك نين نحب عندك 750 ورينا المنقال اخويا خلينا نقص الضو ولا بابا برا اغطس ولا دبر راس تو معناتها على غطه في البحر بتشيحوا لي ريقي بابا ماشي للبحر
باي هكا تو ماشي للبحر، لا ماشي للقلته، ثم وين مش نطيح فيه، خلي هدي باش نرتاح منك وترتاح مني. تحب انت تو تحب عندي؟ وريني المنقال. والله ما نقص الضو برا للبحر ودا بالراس. تو شاد صحيح في المنقالة؟ اي وريني المنقال. وري لعمك المنقال يمشي يمشي، وريه المنقالة برا قص، اسمعني، نفسي شد دمها ريك العروق نتاعها هبتها برا، لاني ماشي للبحر غاديك، ومش تبني قيتون غادي، وانت سلها المنقالة سل برا. ودبص الغاز قالتكم. دبصت الغاز. قول له الحقي غادي الحقي غادي اللي لقيتو طيب على خطب من لهم لازم خذها اخوي خذها باش هك يعجبك برا وري المنقال خليه يهد برا وري المنقال المنقال منين المنقال وسع بالك وسع بالك وسع بالي خذها جماعة الستيك والستيونات خذها الدار اسكنوا فيها اكرهها هاي ماشي عامل لقيتوهم في البحر اقعدوا فيها والله ماشي ماشي وما قلاني غاطس الواحد باش يغرق من غير ما يشعر